هاجي بقى قبل ما تسافر طوكيو نرجع بقى للحدث الاهم طبعا ليك في رياضتك. قبل ما تسافر طوكيو وانت بتلم شنطتك ورايح توقعت تاخد ميداليه؟ والله انا قلت ده يمكن في اكتر من مره ان انا يعني ما كانش ما احنا مش بنبني على التوقعات. يمكن التوقعات في لعبه التايكوندو ممكن تتوقع كل حاجه، يعني ممكن رقم واحد يكسب رقم 16 صحيح. ممكن رقم 16 يكسب رقم واحد، لانك انت لعبه مش رقميه، لعبه قتاليه، فاللي فايق النهارده بيكسب. انا ما كانش بالنسبه لي بيبقى توقع اكتر ما هو حلم واصرار على الميداليه. انا كان بالنسبه لي يمكن الاصرار على الميداليه الذهب، ده اللي انا كنت بفكر فيه انا ومدربي وفريقي، ان احنا رايحين نلعب على ده. يمكن ده ربنا ما اردش ان ده يحصل. وفي لما اتغلبت مباراه قبل النهائي من الروسي صاحب الذهبيه وهو حاليا رقم واحد على العالم، يعني طبعا زعلت جامد جدا. وبعد كده ابتدى المدرب بتاعي يتكلم معايا على ان ممكن حلم الذهب ضاع، بس انك تكون موجود على المنصه في الاولمبياد وسط الناس كلها مستنيه، ده مصر محتاجه ده، هتفرح بالميداليه دي، لازم نرمي كل ده ورا ظهرنا ونكمل في اللي بعده. يمكن بعد ما ربنا كرمني بالميداليه البرونزيه فعلا حسيت قد ايه الناس كانت فرحانه، فحسيت ان هو الذهب حلوه طبعا، بس اللي هو يعني الحمد لله انا جبت برونز والناس فرحت كده. لا ده انا عايز انا عايز اقول ان حتى في البرومو اللي عملناه انت بتقول يا رب اكون فرحت مصر. ليه يا جماعه جيبوها لنا كمان دي لو قدرنا نجيبها حقيقي. يعني انت مش في دماغك يا رب اكون فرحت مصر، لان يعني مصر عظيمه. خلي بالك احنا دايما انا بقول كده لضيوفي، بلدنا بلد عظيمه حقيقي. عظيمه، ولازم نبني ده في نفسنا جوانا. احنا لا نقل ابدا عن الدول اللي سبقانا خالص، بالعكس احنا احسن. احنا حضاره 7000 سنه، عندنا جينات اصيله. على علمك كان كابتن بيج رامي قاعد طبعا مكانك من حلقتين، كابتن الكبير النجم العظيم، اسطوره كبيره، نفس الكلام قال بلدنا بلد عظيمه. طيب حقيقي.